في أجواء الصيف شديدة الحرارة يجد المصريون ما يخفف عنهم سخونة الأجواء بكوب من عصير القصب يعينهم على تحمل هذا الطقس. المحال التي تبيع عصير القصب تنتشر في جميع محافظات مصر، فلا يكاد يخلو شارع من أحد هذه المحال نظرا لحب المصريين لهذا العصير. طعمه أجمل، فما بالنسبة للطعم بتاعه في السعر أصلا يعني حاجة ما تتقارنش. ان انا اخد منتج بالطعم ده بالسعر ده برضو شيء جميل اصلا في الايام اللي احنا فيها دي. فمشروع عصير القصب هتنمي على صحتي افضل من الكنزايه، وافضل من حاجه ساقعه وسودة ومحدش عارف حاجه تتصنع ازاي، اما القصب معروف مزروع وعصير في الاخر. ولكي يصل عصير القصب الى ايدي المصريين يمر بعده مراحل، بدءا من جمع القصب من الحقول وتخزينه وتقطيعه ونقله الى المحال التي تبيعه. بنجيب احنا رجاله بتقطع القصب وتربطه اربعات، بنجيب حبال اللي هي الحلفه وبنربط اربعات، نربط كل اربع عيدان او كل ثمان عيدان وبتباع بالربط. ويعد عصير قصب السكر مشروبا طبيعيا، ويرى كثيرون ان له فوائد صحيه عديده، إذ ينشط الجسم ويعمل على تجديد الدم وتنقيته، كما أن الإقبال يزداد عليه بشدة في فصل الصيف.